دورة جميلة، المهرجان كله جميل، هو ربح المغرب. وبالنسبة للأفلام المغربية ما كاينينش أجمل مرأة في العالم لا يمكن أن تعطيها إلا ما تملك، إلا ما كاينش راه ما كاينش المرة أخرى وصافي. وهذا ما يحفزنا على العمل أحسن لنكون في مستوى الأفلام المعروضة، واخذ حقه على حساب المغرب، واخذ حقه اللي الممثل أو الفنان المغربي اللي عنده بصمة خاصة واللي عنده ما يعطي راه كيشتغل طبعا على حساب الإمكانيات المتاحة، ولكن كل المسائل بالنسبة للمغرب خصوصا الفن غادية من حسن إلى أحسن الحمد لله. طبعا أنا قلتها جاء تكريم متأخرا ولكنه جاء، غادي نقول لك كل حاجة كتجي في الأجل ديالها، كل حاجة. مسألة ديال التكريم هناك مقاييس وهناك معايير، أنا لا أستطيع أن أدخل إلى أذهان الذين يختارون، ولكن هم يختارون. طبعا ممثل عبد الرؤوف، أنا دابا في عمري 67 سنة، أنا فشيت لك بهذا السر بعدا، وكنت صغير وكنت كنشوفه يستحق أكثر من تكريم، ولكن وصل الوقت فين يتكرم. هو تكرم دابا اش غادي نقول لك، كان خصو يتكرم شحال هذا، تكرموا بزاف ديال الفنانة مغاربة. بالنسبة لوسام الملكي هناك الذين يقترحون الأسماء يقولون في القصر الملكي هو الذي يقرر، ولكن هل تظنين أن مدير أو وزير تشريفات الملكة والأوسمة سيبحث في ملفات الفنانين؟ هناك من يقدم ترشيح للقصر الملكي، والقصر الملكي له الكلمة الأخيرة، ولكن هم يريدون إزالة التهمة عنهم ويقولون في القصر الملكي هو الذي يقرر. الصفات التي يمكن أن أمر منها نحو إسعاد الجمهور كلها أعمالها، يعني أواظب على الدراسة، أحاول التشخيص بشكل يجعل الناس يتعاملون مع شخصيتي، يعني مش مع عمر العزوزي، مع الشخص الذي ألعبه، أساعد الناس فأنا أمام وراء الكاميرا. قضية تكريم أو توشيح هي مسألة لا علم لي بها، هناك من يقرر وهناك من يقترح.